وللحديث أكثر عن البيان الذي أصدره الميثاق الوطني العراقي بشأن المجزرة التي ارتكبتها قوات سوات ضد عائلة كاملة في بابل، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الشيخ أحمد الغانم. أهلا بك شيخ أحمد. بداية، أصدرتم بيانا في الميثاق الوطني العراقي بشأن المجزرة التي وقعت في منطقة جبلة في محافظة بابل. السؤال، كيف تنظرون لهذه المجزرة وما سبقتها من مجازر ترتكبها الميليشيات والقوات الحكومية ضد المدنيين؟ مرحبا، أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، لابد أن نعزي أبناء بابل الكرام ونعزي أهالي وعشيرة الضحايا المدنيين الأبرياء في منطقة جبلة في محافظة بابل الذين استهدفتهم يد الغدر والإرهاب من القوات الحكومية الميليشياوية الطائفية. أخي العزيز، إن مجزرة يوم أمس الخميس التي ارتكبتها قوات سوات بعد أن داهمت بيت المواطن رحيم الغريري قتل 20 شخصا من عائلتي بينهم 12 طفل وأمرأة. هذه المجزرة الحقيقة تضاف إلى مجازر القتل والإبادة الجماعية لأبناء التي يتعرض لها المواطنين الأبرياء في هذا البلد الجريح. نعم. العراق جرائم يندى لها جميع الإنسانية، وأن مجزرة منطقة جبلة جريمة لا تغتفر ولا يمكن تبريرها مهما حاولت السلطة في بغداد اختلاق الأعذار وفبركة التفاصيل الملائمة للتغطية على مسؤوليتها. نعم. سيد أحمد، كما تعلم فإنه لم يمر الشهر الثاني على مجزرة نهر الإمام في المقدادية حتى يشهد العراق مجزرة جديدة على يد القوات الأمنية هذه المرة. السؤال هنا، إلى أي مدى ترى أنه لا يوجد فرق بين القوات الأمنية والميليشيات فيما وصل إليه العراق من انفلات أمني تنظمه الحكومة بقواتها وميليشياتها؟ بالنسبة حقيقة بالتأكيد كل المؤشرات والمعطيات التي نراها وكل الدلائل تشير على أن الحكومة والسلطة في بغداد متورطة بشكل كامل مع الميليشيات الولائية التي نفذت مجزرة نهر الإمام. نعم. بل كانت داعمة في ارتكاب الميليشيات لهذه المجزرة، واليوم تكرر نفس السيناريو في مجزرة قرية جبلة في بابل عندما نفذت قوات سوات التي تشكلها أي قوات سوات هي الميليشيات الولائية لهذه المجزرة. وهذا دليل على أن العراق تحكمه عصابات إجرامية ولائية في ظل لا دولة، إذن القرار ليس في عند السلطة التنفيذية في بغداد أو أي سلطة قضائية أو أخرى لها أي قرار سياسي أو أمني في العراق. نعم. وإنما تحكمه هذه العصابات الإجرامية الولائية. بحسب البيان فإن المغدور لا يوجد بحقه أي مؤشرات أمنية، وهو ما أكده محافظ بابل أيضا في تصريحات له. إذن لماذا قامت القوات الحكومية بما قامت به والذي أوقع ضحايا أبرياء بينهم أطفال؟ الحقيقة كشفت مصادر خاصة حقيقة من أول الساعات الأولى لصباح هذا اليوم من الشرطة المحلية في بابل أن هذه المصادر خاصة للميثاق. نعم. تقول أن المغدور لا يوجد في حقه أي مؤشرات أمنية، ومثل ما صرح به المحافظ الآن وهو رجل فلاح يعمل في الزراعة ومن ذوي الدخل المحدود. نعم. أن جميع الروايات التي تتحدث عنها الأجهزة الحكومية واتهام المغدور بالإرهاب جميعها كاذبة ولا صحة لها، هدفها التستر على هذه المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات سوات. هذه نقطة. فإن استهداف المنزل والعائلة بالصواريخ المحمولة والأسلحة المتوسطة من دون مراعاة وجود الأطفال والنساء داخل المنزل وبشكل بشع، فهذه الجريمة تعبر بوضوح عن مدى الحقد والغل الذي يعتلي صدور مرتكبيها. فالحكومة وقواتها أصبحت اليوم سيفا مسلطا على رقاب الأحرار من أبناء هذا البلد المبتلى بهؤلاء. وكذلك تكشف هذه الجريمة طائفية قوات سوات وإرهابها الذي دفعها. نعم. لقتل المدنيين الأبرياء. سيد أحمد، أنتم في اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي طلبتم الهلال الأحمر باستلام جثامين المغدورين وتسليمها لعشيرة الغرير. ألا ترى أن مثل هذه الجرائم تثير العشائر وتزعزع الأمن؟ أم أن القوات الأمنية تدرك أن سطوتها وبطشها يحول دون رد العشائر على قتل أبنائها؟ الحقيقة الكل يعلم الحقيقة جيدا أن من يحكم العراق اليوم هي هذه الميليشيات الولائية وهذه العصابات المسلحة التابعة لأحزاب السلطة
نعم هذه الأحزاب هي صاحبة القرار السياسي والأمني، فلا قرار لأي سلطة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية، وهذه الميليشيات هي التي تمتلك السلاح والمال والقوة. نعم. لكن نحن نعلم أن عشيرة الغرير من العشائر العربية الأصيلة، ولا تقبل أن يضام أي فرد من عشيرتهم، ولهذا لابد أن يكون لهم موقف تجاه هذه المجزرة المروعة. نعم. ونحن في الميثاق الحقيقة ومن خلال منبركم طالبنا الشعب والعشائر وأهل بابل الأوفياء أن يقفوا ضد هذه الجرائم. نعم. وهذه خاصة هذه الجريمة الخطيرة بكل الوسائل المشروعة، وسوف يكون لهم موقف، ونحن على ثقة طبعا من هذه العشائر سوف يكون لهم موقف بطولي وشجاع تجاه ما جرى في منطقة جبلة، وأن عشائر العراق العربية الأصيلة تقف دائما بوجه الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها أبناء الشعب العراقي. وثورة تشرين المباركة هي خير دليل التي تمثل أبناء هذه العشائر الأصيلة التي ترفض هذه الأعمال الإجرامية. نعم. التي تقوم بها السلطة وميليشياتها المجرمة في إلى السؤال الأخير سيد بغداد. أحمد، فضل. لماذا دعوتم في البيان الخاص بكم الأمم المتحدة، لماذا دعوتموها إلى تشكيل لجنة للتحقيق بالمجزرة؟ نعم، نحن في الميثاق بالتأكيد طالبنا الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيقية دولية للتحقيق بهذه المجزرة، وذلك لأن القوات الحكومية ومعها كل الأجهزة الأخرى القضائية وغيرها ولجان الكاظمي واللجان التي سبقت حكومة الكاظمي تعمل دائما على طمس أدلة الجرائم البشعة التي ارتكبت بحق العراقيين على مدى أكثر من 18 عام، ولم نشاهد أي نتائج لأي تحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبت بحق هذا الشعب العراقي. ولهذا طالبنا أن يكون موقف للأمم المتحدة في التحقيق في هذه الجريمة المروعة. عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الشيخ أحمد الغانم، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.